رئيس الوزراء التقى نواب محافظة المنوفية علشان يتكلموا عن مشاكل المحافظة والأزمات العامة اللي بتشغل بال النواب، زي أزمة الدولار على سبيل المثال، أزمة التشريعات الإعلامية بالإضافة إلى أزمات الصرف الصحي ونقص الخدمات اللي بتعاني منها المحافظة. كمان رئيس الوزراء هيعرض عليهم ملامح برنامج الحكومة. رئيس الوزراء بيلتقي بنواب المحافظات المختلفة زي ما احنا عارفين ومتابعين قبيل برنامج الحكومة أو عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم 27 مارس. هذا البرنامج الذي على أساسه سوف يتم إعطاء الثقة للحكومة والموافقة على البرنامج أو عدم إعطاء الثقة ورفض البرنامج. نشوف رسالة زميلتنا نشوى الشريف ونرجع تاني. شاهدين بالفعل هذا اللقاء هو ضمن سلسلة اللقاءات التي بيعقدها السيد رئيس الوزراء، خاصة قبل الإعلان عن برنامج الحكومة في 27 من مارس. خلونا نعرف أكتر إيه اللي دار بداخل هذا اللقاء، وبصحبتي إن شاء الله السادة النواب النائب محمد خالد الحشاش والسيد النائب عصمت زايد. هنبتدي إن شاء الله مع السيد النائب محمد. أولا برحب بحضرتك. أهلا يا فندم، أرحب بسيادتك. أهلا بيك، كلمني كده أبرز النقاط اللي تطرقتم ليها خلال الاجتماع. هو الحقيقة طبعا احنا بنتكلم بصفة عامة على أحوال مصر وشعب مصر، وطبعا في مجال الصحة والتعليم ومعاناة الفلاح المصري وما يعانيه، وطلبت طبعا من معالي دولة رئيس الوزراء أن يدعم الفلاح بالنسبة للمبيدات وبالنسبة للأسمدة وغيره. وأيضا أنا ركزت على ثلاث محاور رئيسية الحقيقة، أهمها كان رقم واحد تحويل مستشفى أشمون المركزي إلى مستشفى عام ومده بأجهزة خاصة معملية وبجهاز أشعة مقطعية وسد العجز في تخصصات الأطباء، خاصة الأطباء الرعاية المركزة والعظام والمسالك والجراحة، وأيضا سد العجز في هيئة التمريض. وكذلك عندي مشكلة في عدد أسرة الخاصة بالرعاية المركزة، طلبت أرضا زيادتها. المحور الثاني كان خاص بمشكلة الصرف الصحي، عندي 11 قرية بيمثلوا البر الشرقي لمركز أشمون، وطبعا الموافاة أنا واخدها من سنة 2002 إلى 2009 وأنا كنت عضو مجلس الشعب السابق. فأنا الحقيقة ركزت مع معالي دولة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ باقي المشروعات الخاصة بالصرف الصحي لل 11 قرية. تم فعلا العمل في محطة المعالجة، وتم فعلا اكتمال قرية شنواي، وطلبت سيادته بالبدء في باقي القرى تباعا حتى نستكمل 11 قرية. المحور الثالث والأهم أيضا كان خاص بمدرسة شنواي للتعليم الأساسي، لأن طبعا التلامذة بقالهم أكتر يعني مبنى أكتر من 70 سنة مؤجر وقايل للسقوط، وطلبت من سيادته الموافقة على مساحة واحد فدان لمدرسة شنواي الابتدائي ووحدة صحية لشنواي. يعني تحدثتم عن أشياء تخص بالتأكيد محافظة المنوفية. بشكر حضرتك جدا وأستكمل الحديث مع حضرتك سيادة النائب. دلوقتي يمكن زي ما اتكلمنا مع سيادة النائب محمد، قال لي أني اتكلمنا عن مواضيع عامة في الشأن المصري بشكل عام. إيه اللي اتكلمتوا فيه في المواضيع العامة؟ يمكن سيادة النائب كلمني عن فيما يخص محافظة المنوفية. اتكلمنا عن المشاكل التي تهم المواطن في المقام الأول، مشكلة التي تؤرق كل البيوت المصرية، الصرف الصحي وخصوصا قرانا، خصوصا قرانا كقرى مركز أويسنا وبركة السبع. الناس بتأن من عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي. اتفقنا مع معالي دولة رئيس الوزراء على
أن يتم الانتهاء من المشاريع التي مفتوحة، مشاريع صرف الصحة المفتوحة، بحيث أن يتم الانتهاء منها نظرا لأن الموارد المالية للمحافظة قد تكون محدودة. أيضا تحدثنا عن مشاكل التعليم ومشاكل بناء المدارس على الأرض الزراعية. أفاد سيادته بأنه تحدث مع معالي وزير الزراعة بإعطاء الموافقات للمدارس والمستشفيات والهيئات العامة الخدمية الحكومية بالموافقة السريعة للبناء على الأراضي الزراعية. في حاجة حابة نسأل حضرتك عليها، في موضوع يمكن ناس كتير بتتكلم عنه دلوقتي وهو التغيير الوزاري، هل تم تطرق في الحديث عن هذا الموضوع؟ تمام يا فندم، كان ليا سؤال مع معالي دولة رئيس الوزراء عن التوقع في التغيير الوزاري، أجاب سعادته بأنه يعني صحيح. سألته عن موعده وهل هو قبل إلقاء البيان، إلقاء الحكومة لبيانها أمام المجلس، يعني قال برضو الله أعلم، يعني هذا هو السياسي الكبير يعني. لكن قال لحضرتك ان من الممكن ومن المتوقع ان يكون في تغيير وزاري؟ اكيد لا، هو اجزم ان في تغيير وزاري يا فندم. طيب اتكلم مع حضراتكم عن برنامج الحكومة اللي هيتم اعلانه في 27 من مارس. ايوه فندم، اتكلم عن الخطوط الرئيسية للبرنامج الحكومي، بيتكلم عن الامن القومي الداخلي والخارجي، بيتكلم عن العدالة الاجتماعية، بيتكلم عن المشاريع المهمة والرئيسية التي ستتبناها الحكومة، اتكلم عن الفترة الزمنية وحددها بسنتين، اتكلم عن الموارد اللازمة هذا البرنامج، وهذا كله في خطوط عريضة إلى أن يتم إلقاء البيان أمام المجلس إن شاء الله. حسيت إن كان في قبول من السادة النواب على البرنامج بتاع الحكومة؟ هو إلى الآن خطوط عريضة، وإلى أن يتم إلقاءه أمام المجلس هيبقى فيه إن شاء الله يعني حرية أكتر لكل نائب يقول رأيه إن شاء الله. شكرا جدا سيادة النائب، بشكرك جدا. أخيرا مشاهدينا، بالفعل انتهى اللقاء الذي دار فيما بين السيد رئيس الوزراء وأيضا السادة النواب نواب محافظة المنوفية، وكان أمس نواب محافظة الشرقية، وغدا إن شاء الله وبعد غد من المتوقع أن يكون هناك لقاء فيما بين السيد رئيس الوزراء أيضا ونواب محافظة الجيزة، وأيضا في يوم آخر هيكون محافظة القاهرة. أخيرا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونرجع مرة أخرى للاستوديو. شكرا ليكي نشوى شريف.